نرحب بمشاهدي قناة الحوار التونسي، ونرحب بالمناسبة أيضا بضيوفي في هذه الحصة، سي عبد الله بن سعد، رئيس جمعية بالقسم اليعقوبي للثقافة والإبداع. مرحبا بك. شكرا. خميس البحري عيون الكلام، ومرحبا بك خميس. بك عايش. حصتنا اليوم كما معناها تظهر من خلال الضيوف نتاعنا، باش نحكيو على بالقسم اليعقوبي، باعتبار أنه جمعية بالقسم اليعقوبي للثقافة والإبداع قاعدة منذ فترة، ومن 24 أفريل اللي هي تاريخ وفاة الشاعر بالقسم اليعقوبي، تعمل في مجموعة من التظاهرات، وآخر تظاهرة باش تكون في بر الشيق، أو كانت في بر الشيق يوم الجمعة 6 جوان، عفوا عندي مشكل ديما مع التواريخ، 6 جوان و 6 ماي، وعندي لابسوس متاعي معناها مانيش معدلة على الوقت وعلى الزمن. عبد الله الساعة، ما دامنا نحكيو على الجمعية، خلينا تقدم لنا هالجمعية هذه، وقتاش تأسست، وشنو معناها الأهداف نتاعها، وشنو التظاهرات أو أهم التظاهرات اللي قمتوا بهم لحد اللحظة هذه، قبل ما ندخلوا نحكيو على بالقسم الله يرحمه. شكرا على الاستضافة. جمعية بالقسم اليعقوبي هي في البداية تأسست معناها مباشرة بعد وفاته، استشهاد بالقسم اليعقوبي، تنحكي عليه كيفاش مات، سنة 2001، بضعة أسابيع بعد موت بالقسم. كنا مجموعة من الأصدقاء بالقسم، أساسا ناصر رديسي ونبراس شمام في قابس، أسسنا الجمعية. بطبيعة كيف تقدمنا بمطلب التأسيس رفض، تعرف في عهد بن علي معناها الجمعيات كانت تتعدى على الفلتر، ولينا وبدلنا باستشارة المحامين، بدلناها لجنة أصدقاء بالقسم اليعقوبي، ولينا ننشط باسم اللجنة، وأحيينا الذكرى الأولى سنة 2002 في أفريل 2002. تأشيرة معناها وقتها؟ لا، خدمنا حتى ال 14 جانفي بدون تأشيرة، أما كنا نصر سنويا على إنجاز التظاهر رغم رفض تحت كل عنوان لجنة أصدقاء بالقسم اليعقوبي. واللجنة هذه تحت دار ثقافة ولا؟ لا، واحدة من غير حتى تأشيرة. المحامين قالوا لنا ما يقلقكمش باسم لجنة، لكن كيفاش الإطار القانوني اللي لوجناه؟ تبنتنا منتدى جريدة الوحدة في قبس، اللي كان الوحدة شنو؟ منتدى جريدة الوحدة نتاع حزب الوحدة الشعبية، اللي كان الناصر رديسي هو المنسق نتاع المنتدى، ومعه زهير الحاج سالم رئيس المنتدى، والناصر منسق. ونشطنا هكاك تقريبا 5 أو 6 سنوات باسم المنتدى. كانت كل الأطر الثقافية ترفض، أن بالطبيعة بتوصيات من الأمن ترفض أن تخلينا ننشطه، وكنا ننشطه في الفضاءات الخاصة، في النزل وفي الفضاءات الخاصة، كيف كل الجمعيات في الفترة هذيك بالضبط، جمعيات اللي بريزموها معناها مستقلة، وكانت مستقلة. كل التظاهرات بالطبيعة يواكبها البوليس السري، وكنا في كل مرة معناها ترسينا في وسط الجماهير، نخرجوا في البوليسية من القاعات، وصلنا في مرة من مرات معناها وصلت مواجهة تقريبا جسدية مع أعوان بالزي المدني في نزل في قابس، حبوا يوقفوا التظاهر. قابسي أنت يا عبد الله؟ لا، أنا صفاقسي، ما خدمت، عديت 33 عام في قابس، قابسي بالتبني. أها. بالأقدمية. بالأقدمية، أنا 33 عام في قابس، ولادي 3 تولدوا غادي، دونك عندي حنين كبير. عندك حنين كبير للقابس. دونك نشطنا حتى ال 14 جونفي، بعد 14 جونفي بالطبيعة بدلنا التأشيرة، خذينا التأشيرة بعد 14 جونفي، وباسم الجمعية بالتسمية هذه، جمعية أصدقاء بالقسم اليعقوبي للثقافة والإبداع، ومن أجل معناها أولا إحياء ذكرى بالقسم، لأن ما وخرنا حتى عام، وثانيا زاد باش يكون نشاط سنوي في معناها المساهمة في الحركة الثقافية في تونس، وخاصة في المجال الفن الملتزم والأغاني الملتزمة والمسرح وكل ما عنده علاقة بقضايا الجماهير الكادحة. على كل باش نرجو احنا نزيدو نشوفوا نشاط معناها الجمعية والحاجات اللي عملتوها. يعطيكم الصحة في انكم وصلتوا بالإصرار نتاعكم انه تبنيوا الجمعية دي. ما فقط قبل ما نمشي لك بالقسم، نحب نعطي معلومة، باعتبار انه رؤاف الثقافة ديما فيه برشا هكا معلومات، واحد مادام حكيت انت على الانحسار نتاع الجمعية
الجمعيات أو انحصار نشاطهم أو التضييق على الجمعيات في فترة ما قبل 14 جنفي. في هون نحب نقول أنه تونس كانت معناها القانون نتاع الجمعيات كان قانون نتاع 1959 هو اللي كان تحته معناها الجمعيات والأحزاب إلى غير ذلك الكل كانوا تحته. والقانون هذا كان ما حتى جمعية ما تنجم معناها يقع معناها إنشائها إلا ما تاخذ ترخيص مسبق نظريا معناها بعد في 88 وقع تعديل القانون هذا وتنحينا الترخيص المسبق ولا نظام الإعلام ريجيم ديكلاراتيف اللي نورمالمون معناها انك الجمعيه ناس تحب تعمل جمعيه تمشي تعلم الاداره وقتها والاداره كانت معناها الولايه نتاع المكان اللي فيه الجمعيه هذيك وتنشط على روحها بعد 3 شهور اذا صمت معناها المشرع او القانون معناها ما قالوش بدلوا اسم الجمعيه ولا غيره سي الجمعيه معناها راهي قانونيا معناها موجوده. بعد الاصلاح هذه نتاع 88 فما في 91 فما اصلاح ثاني اللي صنف الجمعيات الى جمعيات مهنيه معناها 8 ولا 9 اصناف اللي هما معناها حسب التخصصات جمعيات علميه جمعيات ثقافيه فنيه إلى غير ذلك. ومن فميك بدأ وقت الانحصار من الوقت هذاك لأنه التصنيف هذاك جاء باش يصنف الجمعيات وجاء فما صنف اسمه الجمعيات ذات الصبغة العامة والجمعيات ذات الصبغة العامة اللي تدخل فيه كل الجمعيات الدفاعية واللي بالأساس دخلت فيه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووقتها انطلقت معناها القضية ما بين الرابطة وما بين معناها الدولة في تلك معناها الفترة والجمعية هذه والتصنف هذه خصة ببند قانوني خاص معناها ما ينطبقش على الجمعيات الأخرى أنه أي واحد يدخل للجمعية ما يزمش يكون عنده انتماء سياسي وما يزمش ينتمي لحزب سياسي إلى آخر ذلك وأنه إذا كان واحد رفض مثلا قدم يحب يدخل للجمعية والجمعية أو القائمين على الجمعية رفضوا باش يدخل ينتمي نجم يشكي هذايا تعمل بعلاقة بالجمعيات ذات الصبغة العامة للتضييق على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقت القضية بتاعها بيدها بقات معناها سنين لكن ربحت ما ربحتها فيما بعد يجي بيان سور بعد هذايا بعدها التطور التشريعي لقانون الجمعيات في تونس يجي طبعا المرسوم اللي جاء بعد 14 جانفي واللي نحى وألغى معناها الأصناف لكن إلى أي مدى نجم نقولوا أنه هالإلغاء هذايا نتاع أصناف الجمعيات خدم الجمعيات لأنه شهدنا بعد 14 جانفي ظهور جمعيات كثيرة جمعيات ولد قرآنية وجمعيات ما عشتعرف الأهداف نتاعها ولد ذات أهداف دينية وذات أهداف ما نعرفش شنو إلى وفما انفجار نتاع جمعيات اللي وصلنا تقريبا إلى 16,000 جمعية الآن ينشطوا في الساحة التونسية فيهم ما يقارب 20-25% من الجمعيات اللي ذات أهداف دينية والأخطر من ذلك اللي عبر الجمعيات هذه اللي عبر الجمعيات يعني حبيت نعطي المعلومه هذه خاطر بالنسبه لي نهتم بالجمعيات وخدمتي على الجمعيات وخليني نقول معناها الاطروحه بتاعي نتاع الدكتوراه على الجمعيات ونتبع في الحاجه هذه اليوم عندنا كما قلت معناها انفجار نتاع جمعيات لكن مهم جدا انه بعد 14 جانفي هنالك جمعيات اللي حبت تخدم وحبت تعمل ما نجمش تعمل كان بعد 14 جانفي منهم مثلا جمعيه هذه بالقسم اليعقوبي للثقافه والابداع وكيف برشا جمعيات أخرين بالقسم في تفاعل على الحياة الجمعياتية وعلى النشاط نتاع كابس ونعرف كابس وكانت عنا لقاء معاك معناها قبل الحصة هذية وفما نوع من الحنين للفترة الفترة تاع الثمانينات وفترة معناها بون حتى شديزون منتصف بداية التسعينات 95 سكر معناها كل شيء جابس كيفاش كنت تشوف الحركة الثقافية وكيفاش كنت تشوف معناها الحياة الجمعياتية فيها هو لاحظت اللي انت مرتين ناديتيني بالجاسم من ديما نقول لك ما فقتش هذاك لابسيس كما يقول فرويد ما فقتش ان كونسيامون قلت لك في حصه سابقه انك انت تشبه بالضبط بالجسم الله يرحمه بالضبط وبكش الوحيد قبل كنا كانوا يغلطوا فينا شباب وبالجسم بالجسم هو يعني النشاط الثقافي في الثمانينات وكما ذكرت هذا في الحصه اللي قدمناها مع بعضنا وكنت لاحظوا اليوم اي نصفك الثاني نصفك الثاني مش معناها موجود وتحيه الامال اي تحيه الامال الحمروني معناها من خلال هذا البرنامج هذا وعبر هالشاشه هذه في الثمانينات نشاطنا الثقافي كان في جابس كان متنوع وكان ثري جدا
يعني كان من المسرح للسينما للشعر للرسم للصورة الشمسية للندوات الفكرية والعلمية، يعني كانت كان نوعي وكان بصفة مكفة. وتقريبا التلامذة في الوقت هذاك أغلبية التلامذة كانوا منخرطين في جمعيات، والمش منخرطين كانوا في النوادي كانوا يحضروا في الحراك هذاك اللي كان موجود في الوقت هذاك. كان موجود معنا بالقاسم هذيك، بالقاسم اليعقوبي كان يعيش في جيب نفس الحراك هذاك اللي يكون الناس الحراك هذاك، وكنا نقعدوا برشا، لأن شيء أيضا من الميزات نتاع الحركة الثقافية في الوقت هذاك أن نقعدوا في ديار بعضنا نتقابلوا، ولقاءاتنا كانت في أغلبيتها يخرج منها إنتاج، يعني الشاعر يقول كلمة هادفة، خلينا نقولوا هادفة هكا بشكل عفوي، تلقائية بصفة عفوية، كانت هادفة، كانت تنتج، كانت إنتاج ثم بالفعل. ففي القعدات كنا حتى في بعض الأحيان ثم نصوص مسرحية تكتبت في قعدات، يعني نتاع ثلاثة أربعة من الناس تخرج أشعار تكتبت، وكما كان يحكي لك عبد الله يعني اللي نشكره لأنه هو فكر فيه في الحصة هذه، بحكم وأن بالقسم عقوب ما تشكره هو ما تشكرنيش يعني مازال عاد في شوي هو تتفش قدم شوي شوي بشوي يعني لين مرة هذه هو اللي اقترح هو اللي اقترح بحكم أول شيء خليته على راحته يعني بالنسبة لي صداقتنا وصداقتي بالقسم لا حتى بيناتنا وصداقة لبيناتنا، وبحكم أيضا اللي غنينا للقاسم بحكم وجودي في تونس ممكن زاد يسهل المسألة، وبحكم زاد أنه بالنسبة لي يعني معناها البرنامج هذا مفتوح للناس الكل والطاقات الكليكة، وأي ضيف يقترح معناها ضيوف وشكون يحضر معهم ما عندي حتى مشكلة، معناها أنتم بيتكم كضيوف مش ضيوف بركة، ضيوف ومعدين للبرنامج وأصدقاء وأصدقاء القناة. فالقعدات هذيك كما كنت نذكر يعني انتجنا منها الكثير، منها الأشياء اللي تغنت في مجموعة البحث الموسيقي قبل، منها اللي قاعد يتغنى حتى لليوم، يعني الحديث يطول وربما تو نتناولوه يعني في الحصة هذه بشوي 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 بشوي. عبدالله انت معناها صفاقسي مشيت تخدم في جيبس، كنت تقري وقتها؟ نخدم أنا أستاذ جامعي باحث في معهد المناطق القاحلة في جيبس، دخلت جيبس عام 79. وقديش بقيت فيها؟ 33 عام. عيشة هذه عشرة. حاولت عملوا المنا، خسرت زوجتي على خاطر ماتت بالحشاك بالسرطان حكم التلوث، تعرف خميس يعرف مليح جيبس معناها من أكبر المدن الملوثة في العالم مش في تونس. دونك هذيك الذكرى السيئة، وهذاك علاش خرجت داير من جيبس. لكن عشت الحركة الثقافية، وسيرتو أنا كنت خلافا الخميس في الـ في الـ في الـ في الانتماء، معناها أنا كنت داخل الحركة النقابية، كنت في اتحاد الشغل وأسسنا أول نادي سميناه نادي محمد علي للثقافة العمالية، وكان هو إطار نجيبه فيه مجموعة البحث الموسيقي. نتذكر 30 مارس أنا كنت وقت عضو مكتب تنفيذي اتحاد الشغل جابس، عملنا تظاهرة 30 مارس البحث الموسيقي، أنا معناها باش ننشط الحفلة طلعت للبيرو ما نجمتش نشق العباد باش ندخل نوصل للمنصة باش ندخل نفتتح، ما نجمتش صدقني معناها تقريبا نص ساعة باش تعديت. وقتها البحث الموسيقي طبعا في تنبكها، وقتها آدم فتحي جاء عرض زاد كيف كيف إن شاء الله يكون من بين ضيوف الحصة، سميرة الكسراوي نتذكر زاد يعتذر وكان باش يحضر معنا. دونك كانت فما حركة ثقافية كبيرة برشا داخل اتحاد الشغل في إطار النادي الثقافي محمد علي، وفي خاصة في النوادي اللي موجودة، وكان زاد مهرجان جيبس للتاريخ. مهرجان جيبس كان يعمل في ندوات فكرية، الوحيد في تونس يعمل ندوات فكرية، وقع فيها استدعاء تقريبا خيرة المثقفين العرب من طيبة الزيني لعبد الإله بالقزيز محمد أمين العالم، معناها تقريبا خيرة المثقفين العرب، المثقفين عملوا أدونيس كل شو اسمه اللي مشى توا مع الأسف السوري اللي تحالف معه اللي في سوربون. دونك كانت فما حركة ثقافية كبيرة برشا في جيبس، مع الأسف الشديد انحصرت في السنوات الأخيرة
جيبس ما عادش نعرفها مع انا بصدق ما انا خرجت لاني وليت ما عادش غريب, غريب في جيبس لا على مستوى سياسي لا على مستوى ثقافي ولا على مستوى نقابي قيادة نقابية. أنا عندك تو عام اللي نقلت عام أفريل 2013 حولت لتونس وعاودت تحياتي من جديد. دونك ما وليت غريب في جيبس بحكم أني ما عادش لا الساحة الثقافية كلها معناها تقريبا ما عادش فيها حاجة كبيرة ما عدا الجمعية وقت اللي نعملوا ذكرى بالقسم لأن احنا قبل مصرين وقتها أنكم تعملوا معناها التظاهرة تاع بالقسم اليعقوبي بقات هذيك الحاجة الوحيدة اللي كانت تحرك شوية في القبس تقريبا نعلم يعني التظاهرة تو تتنظم في ثلاث مناطق تو اي بعد 14 جونفي لأن قبل 14 جونفي ما كناش نجمو نعملوها في قبلي البوليس كان يحاصر في زوجته خاصة معناها باش ما تتصلش بحتى حد وما يتصل بها حتى حد كنا عملنا كل التظاهرات من الذكرى الأولى للذكرى 11 في جيبس فقط كنا نستدعو العائلة بالطبيعة بعد تقريبا 5 أو 6 سنوات السنوات الأولى رفضوا عليهم حصار بعد بشوية بشوية بدأوا يتنقلوا لجيبس ويحضروا احنا حكينا شوية على الجمعية باش نحكيوا عليها زادة من خلال النشاطات نتاعها اما باعتبار انه هذه الجمعية تحمل اسم بالقاسم اليعقوبي خلينا نرجع شوية على بالقاسم اليعقوبي شكونه هذا بالقاسم اليعقوبي احنا كنا عرفناه في اكثر من حصة في برنامج رؤى في الثقافة وهذه معناها بيدها بطريقة معناها مباشرة وغير مباشرة حبينا نحيو الذكرى وحبينا معناها يرجع بالقاسم اليعقوبي الى ذاكرة معناها الناس اللي ما تعرفوش خاطر بقى معروف في اوساط معينة في أوساط الناس المتسيسة وفي أوساط الناس النقابية اللي تعرف شكونه بالقاسم اليعقوبي أما الرأي العام التونسي ما يعرفش شكون بالقاسم اليعقوبي شنجم تقول عليه ساعة أنت خميس قبل ما نزيدنا نقلط وقول بالقاسم ومن بعد نمشي لعبدالله بالقاسم اليعقوبي هو في جيبس كان يخدم في شركة النقل اللي وقتها سوتري جاماس يعني نقل البضائع ونقل هو بطبيعة كان يخدم في الحافلة يعني قابض ما الكيران متاعنا اللي مازالوا ياخذوا في الكيران فيهم الشوفير وفيهم اللي خلاص هو كان خلاص في السوتري جاماس في جيبس وفي نفس الوقت يعني ثقافيا كان عنده نشاط مكثف لأن بالقاسم اليعقوبي يعني إضافة على أنه شاعر هو رسام كان يرسم وعدى الفترة هذيك الكل في جيبس بين شغله وبين الثقافة من هو أصيل عصامي مدينة قبلي كيف شعريا عصامي هو أصيل مدينة قبلي وبعد بالقاسم جت فترة اللي بعد شوية بعد روح عدة أسباب ممكن تو بعت لك عبد الله يزيد يتناول يسلط عليها الضوء جبد روح شوية نقل لتونس هو بيده ولا يخدم ينشط عند قاعة في الكرم عند بعض النشاط الثقافي وعزل نفسه نسبيا بدي عايش غادي وحتى في تونس أنا بيدي وقت نقلت لتونس لكن عدد اللقاءات اللي كنا نقوم به في جيبس يمكن نتقابله هذا في آخر حياته في الأسبوع عدة مرات أي قبل آخر حياته بشوي هذيك هي الفترة الأخرانية الفترة يعني الأخرانية من حياته قابلت قليل برشا كانت مقابلتي لي في الفترة اللي هو في تونس قليلة يعني ما كنتش يعني بالكثافة اللي كانت عليها قبل وبعد بطبيعة الحال بقيت الحكاية نفضل نخليها على عبدالله عند عدة معطيات على عبدالله شوف بالقاسم أنا قبل ما نحكي عليه كيفاش مات هو أنا نعتبره فلتة من فلتات الزمان لم يوجد شاعر في تونس لا قبل بالقاسم ولا بعد بالقاسم يكتب باللهجة الدارجة التونسية بالعمق هذاك ثم قصيدة كي تقرأها كأنك تقرأ في كتاب ديالكتيك الطبيعة متاع أنجلس يحكي فيها على الأضداد دونك بالقاسم يصعب أنه يتوجد شاعر يكتب بالدرجة هذيك حتى في طريقة الإلقاء ساعات الحيوانات يقلد الضفدع عنده طريقة بتاع إلقاء وبتاع حضور ركحي احنا كنا كانت مبرمجة تظاهر نهار 5 ماي أجلناها لستة جوان على أساس كنا نأمل أن الأستاذ عز الدين قنون وأمل
وليلة طوبال يعملوا عمل مسرحي، لأن عمل هو قلت لك آخر عمل عنده آخر عمل عنده هو مونولوج مسرحية هذاك عملها مع عزدين قنو، لكن مع الأسف قال راهو يطلب شوية خدمة، يمكن العام الجاي باش تكون عمل ان شاء الله. انت ماني عزين قانون وليلى قبيله عنده توا التغنيغ زاده، ولا التغنيين تاع العمل تاع العمل بتاعهم ينجم هذاك زاده من بين الاسباب. بقى الفتره اللي حكى عليها خميس بالحق علاش بعد، هو كان عنده مشروع كبير، نرجع من بعد نحكي عليه خاطر يلزمنا نعرفوا زاده كيفاش مات. هو كان عنده مشروع ثقافي كبير برشا، وبالقسم كان يحلم برشا، ومن من من الطرايف انه كي كان يخدم خلاص التلامذه والفقراء وخاصه اللي يعرفهم مقوشين شويه يركبهم بلاش. الترسيل ديما نهار الكل يتعارك هو والكونترولر يركبهم بلاش ويتحمل هو المسؤوليه دافع عليهم ويخلص من جيبه. ساعات كي يطلع كونترولر اوبليجي يخلص من جيبه. كان عنده حلم كبير ومشى لتركيا ثم تعدى اليونان وأسس مركز سماه مركز الثقافة المتوسطية مع تحت راية اليونسكو، منظمة اليونسكو، على أساس باش معناها يكون المركز هذاك فيه ثقافات البحر المتوسط الكل وهو المنسق نتاعو. يبدو أنه صارت له عراقيل بحكم هو حسب ما حكى لي من بعد بحكم اللون، ساعة تعرف العنصرية موجودة في برشا جهات تقريبا في العالم كله، خاصة في الجهات اللي في الأوروبية، معناها الشطر الأوروبي متاع تركيا وزيد من اليونان. السبب الثاني أنه ماهوش تركي، دونك غريب جنسي، دونك صارت له عراقيل وطاح المشروع في الماء، وهذاك يعمل له إحباط بشكل رهيب، نوع من الإحباط. إحباط وصل لدرجة كما كان يحكي خميس بالضبط، يوصل ما يحكيش مع الناس وما يقبلهمش، معناها تعرف وقتها بومبي. عمل نوع من العزلة، من إحباط رهيب، انعزل على الناس. انا كنت نمشي له للدار بالسيف، نقابله بالسيف، بتعرف وقتها ما فماش لا بورتابل لا شيء، يا دق الباب دق الباب وتدخل. دونك حسيته تألم ياسر من الوضعية. الجانب الثاني اللي أثر فيه وتألم منه برشا هو أنه المشاريع اللي كيحول لتونس، المشاريع التجارية اللي عملها باش ياكل خبز، خاطر خرج جوا بطل من شركة الجهوية للنقل، ما نجحوش. وما نجحوش لأنه هو طيب القلب، معناها عمل أول ما عمل اللي عنده مش ليلو عمل مثلا الأول ما بدأ حانوت متاع فوتوكوبية واحد للطلبة اللي ما عندهش فلوس قلوا برا قيدوا يمشي برا بمشي. وعلاش دخل حبسه؟ دخل حبسه على خاطر شيك بدون رصيد، مش على خاطر السرقه ولا على خاطر حاجه، لانه شيك بدون رصيد هذاك اللي خلاه يدخل سجن 9 افريل. كيف دخل في مارس في سجن 9 افريل، وقت اللي دخل بالقسم في بدايه افريل، المساجين السياسيين نتاع حركه النهضه دخلوا في اضراب جوا بالقسم. وقت اللي دخل بيحسوا معناها هو بوعي بيحسوا معناها الحاجه اللي علاش هو تضرب، على خاطر في السجن حبوه كل السجناء المساجين الكل حبوه، لانه عنده صاحب نكته اللي يعرف بالقاسم بيعرف بالقاسم. ما تنجمش تقعد بحذاه ما تضحكش ولا ما تقلقش كي تقعد بحذاه بالقاسم، حتى نهار كامل ما تقلقش، صاحب نكته ومعناها ويشدك بالحديث. المساجين الكل حبوه بشكل لا يوصف. دخل هو في اضراب الجوع نهار 18 افريل 2001 الصباح، دخل في اضراب الجوع. جاء مدير السجن تقريبا مع نصف النهار على اساس باش معناها يحاول يقنعه باش، لان مدير السجن خاف للمساجين الكل يتبعوا بالقسم. اول نهار دخل في الاضراب هو والاخرين عندهم تقريبا اسبوع في اضراب الجوع. كي جاء مدير السجن بالحرف الواحد هذا معناها ثم سجين معاه هو اللي شد بشهد الجماعي قال له اش مدخلك انت شوي الدفع الاسلامي بالقسم؟ قال له انا تو ندافع على الانسان، ما يمنيش في فكره شنو، هذو الناس مظلومين ويدافعوا على حقوقهم، انا نساند فيه. مدير السجن سب وسبه خايبه ياسر، رغم انه ما يحبوهاش بالكل، سب لا يمكن ان يقبلها اي واحد اصبر، معناها اللي كلمه برشا صعيبه في جيبس ما تتقبلش. ك
كي سبوا ضربوا بونيا بالقسم، ضربوا مدير السجن بونيا. بالطبيعة الاخر انسحب وبعث له 4 سجنين دخلوا فيه الضرب حتى لين طاح. لا ما ماتش على البلاصه، لا تضرب هو عنده ضربه كلاوي هذه تفلقت بالبرودكام تاع الكلوى اليسار بالبرودكام بعد ما طيحوه، خطر 4 ضرب بضرب هو ما قدرش باش يواجه 4 سجانين. هزوه للمستشفى شارل نيكول نهار 18، 5 ساعات هو مطيش في البيت والمساجين يعيطوا راهو باش يموت راهو باش يموت. بعد 5 ساعات باش نقلوه للمستشفى، كان ينجم ما يموتش لو كان مشى في الساعات الاولى يمكن ما يموتش. صالو نزيف داخلي، صالو نزيف 5 ساعات هو مطيش في الـ في الـ في الـ البيت اللي موجود فيها 5 ساعات. بعد 5 ساعات انتقام منهم عاملينها بالطبيعه، هزوه للمستشفى شارل نيكول. توفى نهار 23، كما يدل عليه محضر البحث هذا يقول معناها وفاة قتل نفس بشرية عمدا يوم 23/4/2001. ولكن مع الأسف بعد مركز الشرطة بسويقة اللي قام بالبحث بعد ما وقع دفنه القضية معناها ما توصلتش، بل بالعكس خرجوا خبر البوليسية اللي جاوا معناها صاحبوه باش المدينة تدوز باش يدفنوه، قالوا راهو معناها من التشويه، رغم أن المحضرة موجودة، من التشويهات اللي عملوها بالقسم مات بالصدأ، معناها التهمة متاع التشويه. عائلته الكل قالوا لهم راهو ولدكم مات بالصدأ، ألور محضر البحث موجود وتقرير الطبيب الشرعي خاصة موجود. ما حبوش يعطوهم العائلة إلا بعد ما تدفن أسابيع بشق الأنفس باش تحصلنا على الوثائق هذه. وإحنا قاعدين في الجمعية السنة باش نحركوا معناها مطالبة بإدراج ضمن شهداء تونس، واحد معناها المحامي قاعد يعمل في الإجراءات اللازمة، واثنين فتح إعادة فتح تحقيق اعتمادا على الوثائق هذه اللي تثبت بما لا يدع مجال للشك انه مات معناها قتل نفسه بشرية عمدا عمدا معناها بالضرب وبالواحد باهي. الله يرحمه، خاطر معناها الحيثيات هذه كلها الناس ما تعرفهاش، وانه فما انتهاك للحرمات وانتهاك معناها للحرمه خلينا نقولوا الجسديه والمعنويه للاشخاص، وهل الاجواء هذه السجنيه اللي ما فيهاش احترام معناها لحقوق الانسان. ان شاء الله معناها ان شاء الله وحنا ناسسوا للديمقراطيه ان شاء الله يصير فما احترام معناها للمساجين ما هو الا مسجون. وتونس خلينا نقول لازم صادقه على الاتفاقيه الدوليه لمناهضه التعذيب، ويزمها معناها وقت اللي دولة تدخل وتصادق على اتفاقية دولية هي ملزمة بتغيير قوانينها الداخلية بما يتماشى وروح الاتفاقية. معناها هذاك معناها إلزام أو معناها مسألة اللي يلزم يلتزم بها كل معناها شخص، وكل معناها كل شخص معناها كل مواطن، وأيضا المؤسسات المعنية هذه السجنية إلى غير ذلك تلتزم بما جاء في الاتفاقية. كقراءة أولى شعرية البلقسم اليعقوبي، كنت اني بالنسبه ليا وقت نحكي معاكم قلت ليام فرقه باش نخليها للاخر، لكن ليام فرقه هي باش تكون في الاول. ليام فرقه معناها تقرنا شويه من الديوان تاع الشعر نتاعو، سامحني خلينا نوريه للساده هذا زملائه واصحابه ورفاقه لموا الشعر تاع بلقسم يعقوبي في هذا الديوان ليام فرقه. الاعمال تاع بلقسم اليعقوبي من اشعار ومن ايضا رسوم وايضا النص المسرحي عطش باش يكون في مجلد، لانه بالقسم اليعقوبي ما كتبش كان هذا برك، عنده برشا حاجات اخرين، والجمعيه قاعده تسعى انها تخرج الاعمال نتاع بالقسم اليعقوبي في مجلد، وان شاء الله نشوفوها قريبا، وان شاء الله وقت اللي تخرج ايضا تكون من بين معناها الكتب او العناوين اللي باش يحضر في رؤاف الثقافه. هي فرقه هو باش نكونوا اوفياء لمن قام بالعمل هذا، جمع وتقديم الاستاذ محمد الهادي فريجه في من قبلي اللي هو عضو في الجمعيه، ونحب نحييه بالمناسبه هذه، هو اللي قام بالمبادره، هو اللي كتبوا بخط لي زاده خط معناها حلو يعني بالنسبه لي انه القصائد الكل بخط اليد الهادي فريجه هاي. اللي نحييه. وفي الجمعية الآن الأستاذ آدم فتحي هو من تكفل
بجمع النصوص وكل النصوص نجمع فيها من عند عديد الأصدقاء والرفاق، وآدم فتحي هو اللي تكفل باش يحضر الديوان جديد معناها عن قريب. نحاولوا معناها في خلال سنة 2014 نحضره ويكون في مستوى بالقسم اليعقوب إن شاء الله. إن شاء الله ليام فرقة، ليام فرقة، آه ليام فرقة، والقلب حامل الليعة. ما تطولوا يا رفاقة، الورد قرب ربيعة، ما يطولوش الحمايم، ولو طولوا ما يناموا، في الوطن كانوا همايم، بالذل راهو غاموا، ما يلحقوش الشهاوي في وسط ليلة شنيعة، ويا شمس للمجرح يداوي والليل طالب البيعة. ما يطولوش الحبايب والقبل والقلب على الجمر حافي، والحال حال الغرايب غريب الوطن والمنافي. ويا قلب جفف دموعك والحزن للأرض بيعة، واللي شبع من جوعك قل للدواء في الوجيعة. وسط المصانع حرقنا وديان والقلب نارة، يا أرضنا مكسبنا من الملك غير الدبارة. يا صخر رجع نسورك للبحر مخلص ذريعة، أقسمت ما يطفى نورك والأرض للفاس بيعة. هذه لحنها نبراس شماء، ناخذ منها مقطع يعني. والقلب حامل الليعة، ما طولوا يا رفاقة، ما طولوا يا رفاقة، الورد قرب ربيعة، الورد قرب ربيعة. ما يطولوش الحبايب ولو طولوا ما يناموا، ما يطولوش الحبايب ولو طولوا ما يناموا، في الوطن كانوا همايم بالذل راهو معامو، في الوطن كانوا همايم بالذل راهو معامو، وما يلحقوش الشهاوي في وسط ليلة شنيعة، ويا شمس الجرح داوي والليل طالبي البيعة. ليام فرقة، آه ليام فرقة، والقلب حامل الليعة، والقلب حامل الليعة، والقلب حامل الليعة، القلب حامل الليعة. طولوا يا رفاقة، ما طولوا يا رفاقة، الورد قرب ربيعة، الورد قرب ربيعة. ما طولوا يا رفاقة، الورد قرب ربيعة، وإن شاء الله ديما الورد معناها يقرب، وديما حياتنا كله ربيعة، مش الربيع العربي، خاطر بالنسبة للربيع العربي هو كارثي، كارثي على تونس وكارثي على كل البلدان، ما هو ليس ربيع بالنسبة لي على الأقل. ليام فرقة هو عنوان معناها الديوان، وهو عنوان لقصيدة بالأساس لبلقاسم اليعقوبي. وهوني بلقاسم في كل مرة عبد الله وإحنا نحكي وقبل الحصة، في كل ما يصير حدث بلقاسم اليعقوبي يكتب، وكنت تقول لي أنه ما كانش مثلا أنه يخلي الفترة معناها تتعدى باش بعد يكتب، صارت حاجة هو يكتب تدسويت، معناها فما نوع من الإلهام ولا نوع معناها من الحس المرهف إلى درجة معناها كبيرة، اللي خليه ينطق معناها شعرا عندما حدث تحدث معناها أشياء. هوني يبدو لي أنه عندما تم معناها اعتقال مجموعة كبيرة 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 من الطلبة في أواخر الثمانينات منتصف الثمانينات، وهزوهم وقتها وقتها تصورها فلا تصورها وقتها نذكرها بالمليح انها كل بدعه شنية هذا رجيم معتوق رجيم معتوق رجيم معتوق، اني نقرا وقتها مازلت طالبه حاجه جديده معناها ما هواش هذوما دخلوهم للسجن،
لكن عقوبة بطريقة أخرى أنه هزوا الطلبة، هزوهم للرجيم معتوق، عملوا لهم معناها عام تعسكر تجنيد إجباري عامين، ومشيت وقت العديد معناها من الطلبة، خليني نقول من الرفاق بالنسبة لي، ونذكر هوني على سبيل المثال وليس معناها الحصر، نذكر شكري بالعيد الله يرحمه، محسن مرزوق، سنان العزابي، الغالب محمد الشايبي، برشا اني بالنسبه لي ذكرت هذو ثلاثه خطوات رفاقي، هذو رفاقي اللي قراب واللي معناها اللي فيه مقرا معايا، واللي على كل مقصد مثلا مرزوقه كنا مع بعضنا نقراو في نفس الشعب نتاع السوسيولوجي، وكنا في نفس معناها المجموعه، خليني نقول رجي. هو كان ناخذوا الديوان هذا كل قصيده تنقول لك كيفاش علاش كتبت مثلا افاق، قصيدة أفاق كتبها وقت اللي أسس مجموعة موسيقية، اسمها أفاق، كان ينشط فيها ناصر ديسي، اسمها أفاق، مباشرة نهار التأسيس كتب لهم القصيدة وهو يحتفي بتأسيس هذه. ايه. كما حكيت لك زاد في عرس الرفيقة عبيد البريك في عرسه عمل القصيدة، تونجيهم عندي القصائد ده. على كل حال أعطينا رجيم. بالنسبة للرجيم معتوق أول ما كتب قصيدة للأهداء إلى المناضل الوطني الديمقراطي محمد الشايبي هذا رفيقنا في قبلي نحييه، أول ما تشد كتب القصيدة سماها ذوق المنفى ذوق يا مسافر شور الكلي. ثم من بعد كتب مش طويلة برشا القصيدة هذيك، مش طويلة برشا. الثانية هي برقية من دورة جوان إلى رجيم معتوق، هذه مشهورة برشا في الجامعة التونسية. في الجامعة التونسية من دورة جوان. من أحسن ما كتب القاسم. نقرأ منها شوية. من دورة جوان إلى رجيم معتوق. دورة جوان دورة معناها الامتحانات. مهزوم قبل ما. واللي وقتها في الفترة هذه كانت على دورة جوان سنان الله يرحمه سنان العزابي يخرج يهرب من رجيم معتوق يجي عندي الامتحانات يعاود يرجع رجيم معتوق الله يرحمه. طبعا بالقسم كان يلقيها بطريقة لا يمكن مش مشكلة احنا نقراو معناها اللي ذكراها ماهوش ما فماش مجال باش نقارنوا قراءته هو مع قراءتك انت يا عبد الله. يقول انهض تتنهض ارضنا المقورة تا القبسية معناها عندها معنى تتنهض تقبلي تقبلي مش تقبلي لا تقبلي اما عندها موسيقى معينة في الكلمة انهض تتنهض ارضنا المقهورة شعوب الأمم الغاضبة وعرقها بحجم الكواكب والزمان وصورة وزنود ضرب سياتهم حرقها إيدك على إيدي نشيد الثورة ورعب الزلازل ثايرة سابقها نجمات وسط حقولنا ضوايا وزحف الشموخ الوطني قايدها انهض يا وجه الساقية والمنجم اجذب مراهن على الشمس اللي مش حراح تركع اسمع مد الخطاوي مدها مدادة واحتد شد العمر ما يفراته وارحل عنيف المد في ميلاده يا ابن الشهيلي في الجزائر لما يحاصر سنين القهر واستعباده يمتد وسط فريق يا غنوتها وابن البلد تعرف مذاق بلاده وصلوا عقاب الليل ما تعشوشي وصلوا عقاب الليل ما تغدوشي وكان العشاء علقم على الشريان وكان الطريق طويل ما ارتاحوشي طول الطريق يقطع الكتان ويزيدهم شحنة غضب المدرج أعصار ما يرحلش في الإبان يعصف عنيف العصف يا جلادة لا تفرحوا وجه السبحار يبان وصلوا على الوجه اللي عرى وجهك يا مؤتمر قرب سقوط الجارس جينا على الوجه اللي غطى تونس وامتد بذرة في الصخور حارب رمر السحاري ينعي كاس المدرج فيا ومعايا شارد غنيتك بين المصانع غنوة ترعب منام الهارب عنيتكم هنيتكم وصلوا على الوعي اللي واعي بيا وعي اللي واعي بيهم صيحة ما بين الدرس والزنزانة بين الحيطان الدم كان خيوط يا فيفري يا صحوة الكلية وزيتونها نين الزيتون يرحل بين العمايم شوت واقذف عنيف إن كنت فينا ذكرى هالجامعة للحمرة لا تنكسر لا تموت كان المديح الناشفات حروفها حرك أوذان كسورهم رقصها الشعر وسط ديارنا إعصار عيون الكناب الناب حايف قصها ما تقدرش وزف الدمغ جا عوامة ولا تقدرش لعبة الأحزاب
نابين تحت الناب، زادوا معاهم ناب، مرقت ديمقراطية في خيولنا حوامة، ودمك أحمى طاح ضمن القهر على الأركاب. حل خلى الخليفة في البنوك حساب، حل الحساب الجاري فيه الشيكات الضيق، اجلد شكل أول تلقى جزرنة بيق، صرف بعث لك ماندا قمعية، ترمي القذايف للدموع سخية، ينشف معاها الريق. وقالت عزوز مجربة دهرية، في عنقها شركة قديمة باهية، صفت من المحبوب، خذ بيحها يا ولدي وافتح لنا مركز بوليس، فحوشنا ولا جزرنة بوب. ولدها سمع كلامها لكن رماها بالطوب، فجأة قذيفة لفراشها وصلتها، ترمي القذايف للدموع سخية. دوري علينا نجمة العصيان، لا تهربي من الغاز، وناضت عزوز كلامها جرحها، تضرب مع الشبان بالعكاز. معناها قصيدة كلها معاني، فيها برشا حاجات، وباش نرجعوا لها القصيدة. وانت تقرأ فيها جت في راسي: انهض للثورة والثاري، انهض لهبوب الأعصار، الثورة نهج الأحرار، مرسال معناها خليفة. انهض للثورة والثاري، انهض للثورة والثاري، انهض كهبوب الأعصار، انهض كهبوب الأعصار، وارجم أعداءك بالنار، وارجم أعداءك بالنار، واحلف بالصوت الهجار، واحلف بالصوت الهجار. الثورة، 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 الثورة نهج الأحرار، الثورة نهج الأحرار. من غزة للقدس العربي، من غزة للقدس العربي، من أسر النقمة والتعب، من أسر النقمة والتعب، اخرج كالريح ولا تهبي، اخرج كالريح ولا تهبي، يا جيل النخوة والغضب، يا جيل النخوة والغضب، وتلفق 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 سهرا من الذهب، وتلفق سهرا من الذهب. انهض من قاعك وانتشر، في الماء الصخر وفي الشجر، في الماء الصخر وفي الشجر، في أرضك وادخل في المطر، في أرضك وادخل في المطر، وامضي كالسيف إلى القطر، وامضي كالسيف إلى القطر، وابدأ 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 في نادك بالحجر، وابدأ في نادك بالحجر. انهض كهبوب الأعصار، انهض كهبوب الأعصار، وارجم أعداءك بالنار، وارجم أعداءك بالنار، واحلف بالصوت الهجار، واحلف بالصوت الهجار. الثورة، 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 الثورة نهج الأحرار، الثورة نهج الأحرار. القصيدة كما قلنا فيها العديد معناها من الرموز، من المعاني، من الأشياء اللي توحي بتواريخ مهمة. وخليني على الأقل بالنسبة لي خديت زوز تواريخ نحب نذكر بهم. جبد هوني في بالقاسم الله يرحمه في القصيدة متاعه مؤتمر قربة 71 والانقلاب على مؤتمر اتحاد العام لطلبة تونس في 71، وجبد على فيفري حركة فيفري 72، واللي بعد هالانقلاب هذايا على المؤتمر 18 خارق العادة فما حركة كاملة اسمها حركة فيفري 72، واللي على إثرها وقع زادة سجن العديد معناها من القيادات الطلابية في الجامعة التونسية. وبعدها تونس عرفت أكبر المحاكمات لليسار التونسي أو لليسار الطلابي التونسي. وهذاكم هو في نفس السياق، هذاكم هم جماعة رجيم معتوق، هذاكم هم جماعة رجيم معتوق بالكونتينيتي، أي الكونتينيتي نتاع رجيم معتوق. خميس رجيم معتوق البحث الموسيقي معناها لحنتوها، شكون لحنتها؟ لحنتها أني في البحث الموسيقي في 84، في 84 85 رجيم معتوق، يعني كلمات بالقاسم اليعقوب 85، مازلت أني طالبة، مازلت كي دخلت هكا مازلت عندي خطواتي الأولى في الجامعة وقتها والله ما صعب نرجع لك الوقت هذاك وقتها كبر الثمانينات، يعني الجامعة كانت عبارة على دولة داخل دولة، يعني مدرسة 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 تعلمت برشا حاجات الجيل كل شيء. ذوق المنفى، المنفى ذوق، يمسافر شوري الجندية ومقيل في رجيم معتوق،
باسم المدرج والكلية. باسم المدرج والكلية معناها ليزون فيا واللي كانت تصير فيه مهما التظاهرات الكلية تقريبا. بالفعل. هاي عبد الله نغنوا مع بعض. هاي. طبعا شارككم شوية إذا كنت ذكرت. بالطبيعة فتحية مالك. وقلنا من فالمن فاذوق يا مسافر شوري الجندية ونقيل فرجين معتوق باسم المدرج والكلية وقلمان فالمان فذوق يا مسافر شوري الجندية ونقيل فرجين معتوق باسم المدرج والكلية. غير دروس دوق الليل ليل المنفى دوق السهرة بغير دروس يا مشجع وثبان الصحرة سجل لي تاريخ وغوص سجل لي معناها الأغنية نتاع ريجيم معتوق واللي هي شعر بالقسم اليعقوبي تعطي معناها النظرة اللي كانت وقتها الطلبة ولا الفترة هذيك كيفاش نظروا ريجيم معتوق لهذا التجنيد الإجباري اللي دام سنتين واللي يقول فيها ذوق المنفى على هذاك منفى والمنفى هذايا باسم شنو باسم المدرج وباسم الكلية. انت تحركت في الكليه وعملت معناها تحركات معناها طلابيه فكان معناها المصير نتاعك انه يقع نفيك داخل الوطن نتاعك للرجيم معتوق وتقيل معناها تقيل في الرجيم معتوق معناها فتحت الشمس الى غير ذلك واكتب فوق الرمل جوابك والريح توصل لحبابك يعني للي ما يعرفوش المكان جزرنا هذه الثكنه اللي في رجيم معتوق يا رجيم معتوق في ولايه قبلي الثكنه هذه اللي في رجيم معتوق ما فماش لا يسكروا بيبان يعني اللي يحب يزرتي بالكلمه اللي بتاع الجيش تاع الجيش يزرتي يزرتي لان ما عنده وين يمشي يعني سيرا على الاقدام ينجم عنده وين يموت ينجم يموت في الصحراء يعني موجوده في الصحراء. في قلب الصحراء وبر على روحك اللي يحب يمشي يمشي ماهوش ما كانش امكانيه لا هوني الله يرحمه سنين نجم يزرتي خاطر ولد قبلي ويعرف قبلي هذاك علاش نجم يخرج ويجي يعدي الامتحانات نتاعو ويرجع كان جا واحد اخر راهو مات في الصحراء بالطبيعه لان يلزم الاورينتاسيون يعرف وين يمشي وفينا واتجاه الى غير ذلك مش معناها هكاك واحد معناها نجم يعني باش نفهموا شنو هي الجزرنا اللي جندوا لها الطلبه ثم حاجه اخرى هامه جدا ومذكوره في الاغنيه شنو عملوا الطلبه اللي مجندين شجروا الصحر
اي شجره هيدا يعني مهمش تجندوا للعامل الجيش يعني غرسوا غرسوا ملاهي الصحراء واليوم منطقه خضراء مشروع ارجي مرتوك مشروع كامل ممول من الاتحاد الاوروبي تحت مزال هي معناها باهي وخايبه لمحالها هي انهم يشدوهم خايبه باهي انه يشجروا وباهي انه معناها في اطار هكا مشروع يرجع على تونس بالباهي انه فما شكون يشجر وتبقى مربوطه معناها بذكرى معناها معينه هذا الجانب الايجابي خلينا خاطر في الهم في الهم تلقى شويه حاجه حلوه كمان وشوفوا كيفاش بالقاسم يعني وقت اللي يكتب القصيده هذه يعني ذوق الليل فليل المنفى ذوق السهرة بغير دروس لأن ما عادش باش يقرأ ذوق السهرة بغير دروس يمشجر كثبان الصحراء سجل للتاريخ وغوص يعني ولا هكا كل واحد ملقاها عنده الشجرة معناها من الشجرات اللي أغرسهم في كثبان معناها الصحراء وكما قلت طويك أنه رجيم معتوك أصبحت معناها منطقة خضراء إيه لكن سمحني اللي كنت تحكي فيه أنت ممتاز لو كان كانوا أوفياء اللي اليوم هذا أنا زرته مشروع رجيم معتوك بحكم خدمتي تابع وزارة الدفاع معناها لليوم مشروع هذا تابع وزارة الدفاع وتمول فيه يمول فيه الاتحاد الأوروبي وأساسا إيطاليا معناها إيطاليا هي اللي مولت لكن كان من المفروض أنه أنا دير حكيت مع الكولونيل القيتوغادي على أساس يعملوا لوحة أحياء اللي كنا نحكوا فيه يقولوا راهو بداية تجديد راهو قاموا بها الطلبة اللي تجندوا في الفترة كذا كذا طبعا مسيش التاريخ قاعد يكتب أنا قاعدين نكتبوا طوي تكتب هكا ولا هكا على الأقل الشباب خاطر هو توزع طوي المشروع هذا يوزعوه على شباب قبل لي العاطلين على العمل وكل واحد أعطوه بارسيل فيها زوز هكتارات مشجرين بنخل وأمورهم واضحة دقلة واحد ما يعرفوش الشباب هذوكم اللي راهو اللي هذوكم راهو سبقوا شباب اخر هو اللي زرعها مثقفين وطلبه وراهم هم اللي كل واحد مشى في طريقه وهم اللي مش, مش مش الدوله اللي عملت هيك دونك كان من المفروض انه ومازال الوقت لا نسبوا الامور يا عبد الله نسبوا الامور تبقى ديما الدوله هي اللي عملت باسكو الدوله هي اللي هزت هالناس هذوما هي اللي عملت باش تعاقبهم باش تعاقبهم ايه هاني قلت لك هزتهم باش تعاقبهم غاديكا لكن على الاقل كانت عقوبه فيها نوع معناها على الاقل مشروع وطني معناها باش نسبوا شويه معناها الامور باش نمشي الموضوع اخر من المواضيع اللي كتب عليهم بالقسم اليعقوبي ورغم انه قد باش نحكيوا عليه ما احناش باش نوفيوه حقه لكن على الاقل يبقى ديما معناها احياء ذكراه اوماج معناها ليلو بالقسم اليعقوبي يكتب وقت معناها في ذكرى مختار اللغماني قصيده والقصيده هي تسقط اشعاري هكا لا ذكرى مختار اللغماني هذيك قصيده اسم. اخرى تسقط اشعاري قصيده اخرى قصيدة معناها ذكرى مختار اللغماني هي قصيده قائمه بذاتها ذكرى قصيده ايه علاش الساعه كتبها هو مختار اللغماني كان زاد كيف كيف من الشعراء الممتازين معناها ومن مع الاسف شعراء الممتازين لا بخلاف انه ملتزم مات صغير معناها صغير شابين معناها من خيره الشعراء في تونس تو كي تشوف العمر نتاعهم مات صغير مختار اللغماني مات صغير وكان صديق بالقاسم لانه كان تقريبا في نفس العائله هذيك وذكراه كانت من المناسبات اللي يقع الاحتفال بها في جيبس وكانت هناك يعني تظاهره في البدايه وبعد معناها توقفت لكن توا رجعت توا مده سنتين بعد 14 جونفي رجعت ذكرى السنويه في مارس هو مات ذكرى ثم تعملت جمعيه في الزارات خاطر هو اصيل الزارات عملت معناها باسم تعملت جمعيه تعمل في ذكرى بالقاس ذكرى مختار اللغماني تقريبا منذ سنتين باه ايش يقول في ذكرى مختار اللغماني يقول وهي تقريبا انا توا في تظاهرت بالقاسم نقراها القصيده هذه معناها كاين نكلم في بالقاسم معناها خاطر انا كلماتها معبره برشا يقول ذكرى اليمه على خاطرك نحيوها ذكرى أليمة من الصمت جينا فامنا لجموها من الذل جينا خشومنا كسروها من الفكر جينا أقلامنا جرحوها ذكرى أليمة وما عاد منا ذاكر وكيف نذكرك والكاس فيدي ساكر كيف نذكرك رأس مال عندي حاكر كيف نذكرك جاهل عدوي ناكر تريد نذكرك حتى البشر ذبحوها وقعدت أراضي قحلة باسموها تنحدثك وصغالي جتني حضارة من الغرب جابوها لي وسط العلب الجاهزة حطوها ورقصة جديدة لا شطيح لا استنبالي
ديسكو قالوا نغمة يجي يحبوها، ترافولتا قالوا مشطة عشقوها، مختار يا مختار كبرت السلة ومعرفت ما نختار، وسط القبيلة يحكموا تجار، أموال طايلة وسلع يحتكروها، بكاكيش صرنا ما تم ما نختار، حتى التصفيق قواعد حطوها، حطوا عاش وحطوا يحيى، حطوا عاش 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 سيدنا، وحطوا يحيى 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 سيدنا، حطوا عاش وحطوا يحيى، وحطوا القضاة وحاكمين الناحية، حطوا عاش في حالة كبس نفسنا كبسان في زبالة، وحبوه يحيى فوق ظهرنا بحبالة، ومدريد كان النفس زولة شاهية، دارت أحوالة جمعوا لرجالة، وكسر البالة في دين من رفعوها، طيب بدلة خلخالة والجو تايسفالة، متاريس حبوا سلعة يوروها، مغتال والحجاج معاها التتار بواخرة أبراج، أما المغول مثال كسلكوها، وما هي غريبة عالناس ثم نعاج، يجي وقت تلقى عباد ينتخبوها، ما هي غريبة الردة، وما هي غريبة الذيب ينسى حدة، وما هي غريبة تتركوا لي فدة، فرسان هزوا مهرتي سرقوها، وما هي غريبة الضد يلقى ضدة، يلي إرادة شعب ننسيتوها، ما هي غريبة الغارة سواء بالصحف سواء بالغدارة، ما هي غريبة على البحر ياخذ ثارة، ثروات تحت ميتة نابوها، وما هي غريبة يشتموا جيفارة، وليلى حمادة بالحزن يكرموها. هو فيها نقد برشا للواقع ونقد يحكي على الواقع اليوم، فما نعاش هي في الواقع تاع وقتها، اما يحكي حتى على اليوم. ليلى حماده هي ممثله وكانت الناس وقتها مغرومه بها، جميله الى غير ذلك، وفي نفس الوقت معناها يسبوا في جيفارا اللي هو رمز من الرموز، رموز معناها النضال معناها على صعيد معناها عالمي. ومقاطع من هذه من القصيد هذا يعني لحن انا براس من الصمت جينا وهنا اللي جموها يعني نعملوا منها مقطع، مقطع من الصمت جينا. اي هي في وسط القصيده، هي في وسط هي طويله برشا، هي طويله برشا، اما زاد حلوه. من الصمت جينا، من الصمت جينا وهنا اللي جموها، فهنا اللي جموها، من الصمت جينا وهنا اللي جموها، ومن السبل جينا خشومنا كسروها، من الصمت جينا وهنا اللي جموها، ومن الفكر جينا قلمنا جرحوها، ونزيدنا علمك وصالي، وهذا حديثي يجعك شي حالي، ونزيدنا علمك وصغالي، وهذا حديثي يجعك شي حالي، جتني حضارة من الغرب جابوها لي، وسط العلاب بالجازة حطوها، ورقصة جديدة لشطيح لستمبالي، ديسكو قالوا نغم تحبوها، ترابو قالوا ما شطة يحبوها، وما هي غريبة الغارة سوى بالصحف سوى بالغدارة، وما هي غريبة الغارة سوى بالصحف سوى بالغدارة، وما هي غريبة البحر يا خطارة، ثروة الطائلة في ميتة نهبوها، وما هي غريبة يشتموا جفارة، وليلى حمادة بالحضن يكرموها، وليلى حمادة بالحضن يكرموها، وما الذل يا خدام
لا يفجعك تهديد ولا كلام، رأس القضيفة ما ترهبش ألغام، خوضوا المحبة خمر وشربوها، خعشهم ليخي وأجسام قالوا زمان كلمة متينة لو كان تفهموها، كلمة متينة لو كان تفهموها. عطيك الصحة أخ ميس. ما هي غريبة الغارة؟ والغارة هذه شنو اللي حكى عليها بالقسم اليعقوبي انت 85 ولا 86؟ غارة على حمام الشط، حمام الشط، على حمام الشط، حمام الشط وقت اللي أكتوبر أكتوبر 85 واحد أكتوبر 85 وقتها غارة معناها على حمام الشط، يعرفوها التوانسة، ما زالت في الذاكرة، اللي يمكن الجيل انت عطوه ينسى شوية، أما هاو نذكروا معناها بها. وفي نفس معناها الوقت هنالك قلنا العديد من الصور الشعرية والصور اللي خلينا نقول بالنسبة لي الاجتماعية، اللي تعالج قضايا اجتماعية في تلك الفترة من زاوية نظر شخص له رؤية مختلفة لتلك معناها الفترة، واللي في وقت من الأوقات خلينا نقول في الجامعة التونسية واحد ديسكو يمشي للديسكو معناها مية مشكلة كبيرة، ما معليش مشكلة توا خلينا نقول مش قاعدين يحكوا، لا خلينا نقول لشبابنا ما معليش مشكلة مع الديسكو تويك، ما معليش مشكلة مع ترافولتا، المهم أنه عندنا مشكلة كان مع الإرهاب ومع الانغلاق، وخلي الشباب معناها يعبر بطريقته بأسلوبه لكل جيل جيله. حكا اليوم ولينا نسمعه في الراب رغم أنه ما نسمعوش وحتى ما نسمع حبوش الراب، لكن يعبر على مرحلة وكل شيء عند الرديء وعند الجيد وعند الالتزام وكل جيل وكل جيل وكل جيل وجيله كل معناها مرحلة ومرحلتها. واليوم معناها جيفارا موجود برتو، في تلقاه معناها في بورتوكلي، تلقاه معناها موجوده وفي غيفارا عند عبد الله محطوط على الفيست نتاعو موجود في الامل. حاجه اللي جلبت انتباهي في حكايه غيفارا، نذكر قبل 14 وهكا وطلبه ما يعرفوش شكونه هذاك اللي حاطينه يحسبوه، ما يعرفوش شكونه غيفارا وشكون لابس مريول فيه تصوير غيفارا، لكن هو ما يعرفش شكونه غيفارا. انا صارت لي روحات نقري في معناها في الماستر تصور باك بلس 5 لابس تريكو غيفارا، وانا نقري في الاقتصاد، وتعرف الاقتصاد معناها ثقافه، ثقافه واحد يبدا مثقف يشارك، كي يبدا ماهوش مثقف يبدا ديما لابد، وانا نشوف فيه ديما ما يتكلمش، عرفته معناها ما يعرفش شكون هذاك. دونت قلت له بليك السيد اللي لابسه شكون ما عرفتوش، قال لي والله مسيو يظهر لي ملاعب نتاع كوره، قلت له يجي كان ملاعب نتاع كوره، اي كانوا تصوروها كانوا يصوروها وراه مكتوب تشيك فارا، وانا عامل ديما في الفيستا، قلت له توا معناها انا معلق ملاعب نتاع كوره معناها. على كل غيفارا يقول معناها فيما معناه خليني نقول ليس مهمته واين وكيف ساموت، المهم ان لا ينام العالم على اجساد الفقراء، وهو معناها تعرف انه مش دافع على معناها قضايا الشعوب، جاء حارب حتى مع الجزائر وبعد معناها له موت معناها خايبه برشا خليني نقول، معناها اخت اللي حسب معناها الروايات وحسب الروايات في دال كاسرو يقول الان وقت الجو باش يقتلوه بيدو اللي باش يقتلوه معناها الا ما بدا العرف نتاعو رعش وبدا العرف نتاعو يقول له معناها اضرب باش نجم يضربوا، لانه ارهب قدام هذه القامه العظيم. اي قدام هذه القامه اللي هو تشي ديفارا يعني وشي مع الاسف كان ندخل في تفاصيل اخرى الريف على كل هوني معناها نحب نذكروا ان فما ناس معناها يناضلوا من اجل القضايا الانسانيه، ما همش بالضروره انه باش يكونوا عرب ولا مسلمين، الى غير ذلك نجم يكون عربي نجم يكون معناها عنده اي جنسيه اخرى، لكن القضايا قضايا امميه وقضايا عندها ابعادها الانسانيه. نحي ذكرى معناها عمليه مطار اللد اللي قاموا بها نخبه من الجيش الاحمر الياباني اوكوموتو معناها تعملت عليه اغاني معناها اوكوموتو هل هي صار معناها ذكرى احيانا ذكرى عمليه مطار اللد دونك ماهوش لا عربي لا فلسطيني، جاء من اليابان هو مجموعة، فما شكون استشهد وهو شدوه تسجن في الكيان الصهيوني وخرج مهبول
ومن بعد تحاكم في من المفارقات انه يتحاكم في دوله عربيه. هي. اجتاز الحدود اللبنانيه على المحاكمه اللي عملوها له اجتياز حدود بدون رخصه، قال لهم انا اعتبر نفسي عربيا ولست في حاجه الى زواج السفر لاتنقل بين الاقطار العربيه. هذا ياباني يتكلم كما هيك. حاكموه في لبنان وحطوه في السجن، ثم من بعد سلموه للمخابرات اليابانيه رغم اغتالوه ولا شكون يعرف عليه. El sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. باش نرجع معك عبد الله. بالنسبه للتظاهره عندكم تظاهره نهار 6 معناها جوان بدار ثقافه ابن رشيق، والتظاهره هذه تحت عنوان محمد المهدي بنصيب.
معناها هوني اختيار لشاعر تكريمه من خلال هذه الجمعية. خلينا نعرف شكون محمد المهدي بنصيب اللي باش تكرمه جمعية بالقسم اليعقوبي للثقافة ولا الفنون والإبداع. الثقافة والإبداع. هي اخترنا أن تكون معناها بداية من هذه السنة كل تظاهرة باش تكون دورة لتكريم أحد الشعراء. اخترنا الشاعر المرة هذه هو الشاعر محمد المهدي بن نصيب. كيف هو أصيل مدينة دوز كما بالقسم من قبلي ولاية قبلي، وشاعر ما هوش معروف رغم أنه مناضل ثوري انتمى للوطنيين الديمقراطيين كما بالقسم منذ البداية، ومن بعد معناها عاش في فقر مدقع في قبلي إلى أن مات بسكتة قلبية. تولد في 22 مايو 1954 ومات يوم 15 فبراير 2003 بعد بالقسم بعامين. هذاك علاش احنا حرصنا على ان فما برشا هدية، معناها الاجواء تخلي هكا الناس عصاميين يتكونوا. لا عصامي نفس الشيء، نفس الشيء كما بالقسم، كما بالقسم بالضبط تقريبا يعني نفس. هل انه حبيت هوني هاك قبلي وهالاجواء نتاع قبلي جابس معناها الجنوب، هل انه معناها هكا فما معناها البيئه كيفاش نقول الكلمة بالفرنسوية في راسي مش نقولها، معناها هي كيفافوريز ان بو معناها بالضبط تخرج هالشعراء هذوما. فما حاجتين انا حسب تقديري خميس نجم يضيف ولد الجهه حتى انا نعطي روحي حتى انت 33 سنه في شوي جيبسي معناها كنا عديت تلقى كيف راني عاد في 33 سنه تقريبا كنا نحسبوا اما المهم تبقى ديما عندك تصور البيئه بالحق تاثر. ثم حاجتين ياثروا، ثم اولا الطبيعه الالهام نتاع الشعر، الطبيعه معناها يا في الشمال الغربي فما طبيعه وما فماش الهام ثم لا الطبيعه انا حسب تقديري حسب معرفتي للشعراء ونحب الشعر وكنت انا صغير نكتب الشعر. الاسباس كي يبدا تريزي توندو معناها كي تبدا فما فضاء بعيد حاجه بعيد نظر بعيد صحيح صحراء بعيد ولا بحر قدامك بعيد تخليك تبع وين باش يوصلك تبحر بالضبط، بينما كي تبدا اشجار قدامك معناها تقريبا ما هذه حتى الطبيعه في الشمال الغربي حلوه برشا مزيانه برشا بدايه ملهمه، لكن خلينا نقولوا بيئتين مختلفين. هذه حسب تقديري للناحيه الاولى. الناحيه الثانيه هي الفوارق الطبقية والتناقضات الموجودة في البلايس هذيك تخلي الشاب خاصة كي يبدأ يقرأ في حالة فقر هو يبدأ يحاول أن والديه يبدأوا يلزوا فيه أنجح باش تخرج من الفقر هذا كيفاش باش ينجح ويقرأ يولي يقرأ من الاطلاع متاعو، وخاصة الفترة هذيك المحالة زادة ما تنساش راهي فترة ازدهار اليسار التونسي تقريبا كسوسوا في الجامعه ولا في اتحاد الشغل بدايه الثمانينات كانت معناها موجه كبيره على مستوى نهوض معناها يساري كبير والكتب كانت متوفره دونك هذا من الاشياء اللي خلاو كما محمد المهدي بن نصيب كما بالقاسم عملوا تقريبا نفس سنوات الدراسه تكنيك مش حتى مخلاش بس ستة سنين هذيك التكنيك تاع ستة سنين تكنيك اندستري ومن بعد خرج خدم كاتب عمومي لأنه يعرف يكتب واحد في جهة كما قبلي معناها في دوز باش ياكل شوية خبز. لكن الخاصية نتاع محمد المهدي بن نصيب هو معناها كما يقول سامي بالحاج علي يكتب عليه دراسة يقول حكم على نفسه بنفسه بالأعداء. هو كان في فقر مدقع لكن كان ديما حتى قصائده تحس بها الحزن والالم مش كما بالقسم. اي بالقسم قصائده متفائل صحيح يعيش على الاحلام ويحكي على نقرا لك مثلا مقطع من قصيده عنوانها المشنقه كتبها محمد المهدي بن نصيب. ما طعم الشعر وساقي تداعبها قطرات من نهر حياه والاخرى تسافر نحو القبر مسجون في قمكم هذه اللعنات محكوم أعداما وبالإثبات والقاضي لا يعد الصفر ويقول أيضا معرفا بنفسه إني مغترب وكسيح بل إني المشنوق المقتول المذبوح. معناها كان يعيش عذاب كبير محمد المهدي بن نصيب رغم أنه عنده قصائد أخرى مثلا ممتازة يحكي فيها على الأقطاع يقول يا أرباب الأقطاع
يا من شرحتم عضلات الأحياء الأموات، قولوا لزبانية مص دماء الفقراء، خلوا لنا هذه الأرض كي نشقى فيها ونعمرها، ولكم جنات في السماوات. معناها تشوف ثم تناقض بين أنه يحب يعيش فيه واحد، وبعد من جهة أخرى يحكي على انعدام الحياة. دونك احنا من خلال التظاهر هذه نحب نبرزوا شكونوا هذا، حتحبوا تبرزوا شكونوا هذا مهدي محمد المهدي بن صيب، وتعطيه معناها بعد ثقافي وتزيدوا معناها هالجمعية هذه هي سيفغي تحمل اسم بالقسم اليعقوبي لكنها تخدم الثقافة ككل، معناها بمعزل عن مهما كان معناها شكون الشخصية إلى غير ذلك، معناها تعنى بالشعر وتعنى معناها بالأدب إلى غير ذلك. أما نحب نرجع شوية لكلامك يا عبد الله، خطر فما شوية أني موافقته فما شوية مش موافقته الحق بتاع ربي. ما عادش فتحية منشطة الحصة اللي فعلا معك وكهو. يعني بالنسبة لي والله معناها نلقى جو في هالحصة هذه، معناها يمكن هكا خاطر نتقاسم مع العباد اللي نجيب نتقاسم معهم الأفكار ونتقاسم معهم الواحد أكثر من حاجة أخرى. معناها بالنسبة لي قاعدة ثقافية وكهو كما أيامات الجامعة في السنوات الثمانين واللي كنتوا تحكيوا عليه. عش قلت أني مش معناها نختلف معك شوية، وأنت تحكي على البيئة وما أدري شنو، فما الحق الأبعاد اللي قلت النذرة معناها ممتدة في الصحراء شنو هي ممكن تلهم، ويمكن مثلا الجبال في الشمال الغربي لا هذوما فما زوز مؤشرات اللي انت قلتهم بالنسبه لي ما نوافقش عليهم برشا برشا، اللي ما مش هما هذوك اللي يخليوا العبد يكتب. خاطر حتى في الشمال الغربي فما طبيعه جميله، فما الاماكن الممتده، فما برشا حاجات تخلي الانسان يكتب. لكن الزوز كي نجيو هوني معناها نحكي كان على الاجتماع سوسيولوجيكمون بارلون، معناها الجنوب والشمال عنده خاصيات مختلفه، حتى وقت في مقاومه الاستعمار عنده خاصيه مختلفه، وفما بيئه في الجنوب بيئه كلها شعريه، الناس تلقاها تتكلم الشعر في الجنوب، العائلة تتكلم الشعر، هذه البيئة الاجتماعية اللي تخلي هالتكوين هذا العصامي يكبر. الفقر موجود، وانت قلت رجعت حتى للفقر في الجنوب، حتى الشمال الغربي زاد فقر كبير، لكن فما عقلية أخرى، وفما معناها فقر مأساوي أكثر، لكن بالنسبة للجنوب كمان فما فقر، وفما ناس اللي تلقاها هي بيدها تتكلم الشعر، لهجتها شعرية، لهجة الجنوب فيها برشا شعر نحب ولا نكره. يعني هذيك البيئة بتتخ اللي هي خلت هالشعراء هذوما نلقاوهم الجنوب عصاميين، رغم أنه نجم يكون من غير كما فما مناطق ينمو فيها المسرح، أي ينمو فيها المسرح توكي نمشي المسرح المسرح توكي نجي نمشي الشمال الغربي نلقى مثلا مدينة الكيف تنتج وأنجت العديد من الفنانين، نمشي مثلا تستور معناها الملوف، معناها كل بيئة فما عندها خصوصية. في تونس الجنوب بالحق معناها فما هذه اللهجة الشعرية، فما هذه البيئة الشعرية اللي تلقاها ناس كلها معناها عندها معناها طندنس فوالا عندها طندنس. نمشي معاك يا خميس مش بالقيس لا لا ايه ديما نحاول اني شديت فران بخاطر انكونسيامون معناها لابسوس كيما يقول عليه معناها فرويد نجم ننطق في عود نخلك بالقيس نقول في عود نخلك بالقيس مش نخلك خميس الله يرحمه على كل في عود نقول مثلا خميس ولا خلينا نشد خميس شنو الحاجات اللي ما زلت تذكرها ساعة بالقسم خطر احنا أشرفنا أي حاجة هكا اللي بقات في ذهنك أكثر حاجة بقات في ذهنك بعلاقة بالقسم. يعني بالنسبة لي نقول بالقسم الراهو في الجامعة التونسية كيفاش داخل الراهو عبد الجبار العش الراهو هو مثلا تاع الضفدعة كيفاش يقولها بطريقته بالأسلوب متاعه معناها هذا الكل يرجع معناها للذكرى. الشيء اللي شدني بالقسم حاجتي حاجة في إطار صغير اللي بالقسم يعني كان يجي بحذانا في الدار، وعندي حتى بعض الصور للأسف ما كنتش متحضر بما فيه الكفاية باش لا إذا كان نجمت تبع فهمنا نجم ونعملوا لهم سكانيوم أي كيف كان يجي بحذانا ونقعد وقعدات يعني في بيت صغار بيوتنا صغار قبل ديارنا معنا شكل بيوت 90
توسع بالقعدة، يعني نقعد 4-5 من الناس وهيك الضحكة ما تفرقناش، وهيك الكلام الباهي، وهيك الشعر اللي يتقال في الوقت هذاك، القعدات هذيك تبقى ديما موجودة في ذاكرتي. الحاجة الثانية اللي هي في نطاق أوسع من هذا هو إلقاء بالقاسم اليعقوبي. احنا في مجموعة البحث الموسيقي كان الفترة الأولى كان أدم فتحي يصاحبنا في عروضنا تقريبا كل العروض. أدم فتحي جيبسي هو؟ لا، قبلي 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 وعاش في تونس. عاش في تونس أصله قبل. كان يرافقنا أدم فتحي، وبعد جد فترة اللي أصبح يرافقنا في العروض بالقاسم العقوبي عبد الجبار العش. عبد الجباري في كل عروضنا، يعني في نعملوا في عروض البحث الموسيقي يعني في الوسط بين الزوز فواصل كان يقع الإلقاء وصوت بالقاسم، وطريقة الإلقاء متاعها يعني كانت مختلفة لدرجة أن صديقنا يعني طيب وعلاق اللي ما يعرفش بالقاسم العقوبي لأنه صغير على بالقاسم العقوبي طيب وعلاق، ولكن بسماع أشعار بالقاسم اليعقوبي فما نوع من التملي، فما نوع كبير يعني وحب كبير من الطيب بالقاسم اليعقوبي، وكتب عليه يعني باش نجيوها احنا القصيدة هذيك يا صوت هذيك باش تكون في نهاية الحصة. بالفعل كتب عليه احنا أشرفنا تقريبا باش تكون في نهاية الحصة. بالفعل كتب عليه يا صوت اللي يتغنى بها بصوت بالقاسم واللي فما نوع من التناهي ما بين الطيب وعلاق، واللي نحيوه من خلال هذا البرنامج مع بالقاسم، لأنه زاد بالنسبة لي الحق معناها زاد من خلال هذا البرنامج عندما تم استضافة الطيب بوعلاق له قراءة خاصة في الشعر، وعنده قراءة جيدة جدا للشعر، وهو يكتب زادة بالشعر معناها الملحن يعتبر روحه من مدرسة بالقاسم. أي طيب. هو وناصر ديسي زوز يعتبر روحهم من مدرسة بالقاسم اليعقوبية. ما خلينا مدامنا في نحكيه على الطيب، الطيب عنده قراءة معناها شعرية جيدة جدا، نفس الشيء بالنسبة لصديقنا ناصر الرديسي، واللي زاد نحيوه من خلال هذا البرنامج. قبل ما نمشي ويا صوته اللي باش نختموا بها الحصة واللي هي كلمات معناها الطيب معناها بوعلاق، نحب نرجع ليك عبد الله ونرجعوا علاش ساعة نحب نسألك علاش حسب رأيك بالقسم اليعقوبي كتب قصيدة كاملة على الكهنة، والكهنة عندها رمزية معينة في تاريخنا، الكهنة هي يهودية والكهنة هي بربرية والكهنة هي اللي تافت على تونس، علاش هو حسب رأيك كتب على الكهنة وبعد نسمعوا القصيدة؟ هذا احنا قلنا يكتب ديما معناها بعلاقة بحدث، معلاش في لحظة ما بالقسم فكر انه يكتب قصيدة على الكهنة، هل انه هنالك حادثة وإلا كتب فقط وكهو؟ لا اكيد هو فما 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 حاجة، على خاطر هو كي نشوف القصيدة من بعد فيها يحكي فيها على نهب ثروات تونس، والكهنة هي ترمز للتمسك بتونس معناها لأن صمدت ضد معناها التدخل العربي غزو العربي نحن أصيلي ضد بني هلال أصيلي الجزيرة العربية مش هني احنا اصيلي احنا احتلينا شمال افريقيا، شمال افريقيا كانت تبعكم. شكون احنا خلنا نفهموا الحكايه دي، احنا من جينا قابل معناتها معناها انت بربري وهو عربي. نتصور اني من افريقيا وهو مش من افريقيا، من الجزيره العربيه. انا اصلي من الشام، انا الشجر العربي فعلا من الشام. انت معناها جيتوا مع بني هلال، جيتوا بني هلال بني سليم مزوز قبائل جاوا من دونك. نتصور الكهنه هو ترمز للتمسك بالارض، لانه هو يحكي على نهب خيرات. هاش يقول للكهنه هزوا سلامي بكله وقولوا لها مسامح زيتوني، ولا الزيتوني راهو الاسمر. مش الزيتون، لا الزيتوني اللون يعني. هو يحكي على روحه، يقولها راني انا مسامح، معناها الزيتوني هو الاسمر اللون. هذه ما نعرفش، لا الزيتوني اسمر اللون معروف. وقولوا لها مسامح زيتوني ولا، وللجازية تسوي شعر تحله تدهن ظفيرتها سواد الليل، احنا زيتنا يصفر عقاب الليل، فصفاتنا يصفر عقاب الليل، احنا تمرنا يصفر عقاب الليل، يطوف البحر الميل بعد الميل، يا بن غذاهم ولوا جنودك خيل، ولا الركيض سهيل، بير اللجام كبير والنسر ولا طير، أعلى جبل في بير في القاع كل سرارة، اليوم شعرنا قصدير
وكلامنا قصدير ما عرفت واش ندير. أيوب مات في غارة مشاع ولا الموت، وكثر الخطب كل حد ليه شكارة. احتل الجبال ثلج والقلب شعل نارة، وليش تذبحوا العصار يا سمسارة. ما ماتشي ما ماتشي ما ماتشي غارة. يقول بقسم يعقوب للكهنة هزوا سلامي بكل، وقولوا لها مسامح زيتوني ولا، وللجازية تسوي الشعر تحلى، تدهن ضفيرتها سواد الليل، احنا قمحنا يسفر عقاب الليل، فصفاتنا يسفر عقاب الليل، يطوف البحر الميل بعد الميل. يا بن غذاهم ولوا جنودك خيل، ولا الركيض صهيل كبير اللي جام كبير، والنسر ولا طير أعلى جبل كبير، في القاع كل سرارة. اليوم شعرنا في الزير وكلامنا قصدير، ما عرفت واش ندير. أيوب ماتوا صغارة، والصبر مات بعارة، مشاع ولا الموت كثروا الخطب كل حد لي إشكارة. احتل الجباه الثلج والقلب وجدت نارة، ولاش تحرقوا الإعصار يا سمسارة. ما ماتشي ما ماتشي ما ماتشي ما ماتشي ما ماتشي غيفارة. دونك كيف يربط بين الكهنة وغيفارة؟ غيفارنا هو معناها رمز المقاومة والنظام، والكهنة هي رمز التمسك. رمز التمسك راهو اللي ينهبوا في الثروة، راهو اللي ينهبوا في الثورة، راهو فما مازالوا مناضلين باش يوقفوا لهم. معناها شوفك الصورة الشعرية اللي يحب يعبر عليها. خليني نقولوا هوني زاد، خاطر في وقت زاد من الأوقات الكهنة ما كانش حد يجبدوا عليها وما يحبوش. نتذكر في فقط من الأوقات في التلفزيون تجبدش على الكهنة، كان الكهنة درا شنو هاي، راهي معناها يهودية الدين وما نعرف شنو إلى غير ذلك. لكن خليني نقولوا في المخيل الجمعي التونسي فما الكهنة موجودة حاضرة، كما موجودة عليسة، كما موجودة أيضا الجازية الهلالية. دم الكل معناها فون بارتي، معناها خليني نقول ولا كلهم من الحضارة حضارتنا، لأن حضارة تونس على 3000 سنة فيها برشا حاجات وفيها برشا شخصيات وفيها برشا رموز. قبل ما نمشي لك مرة أخرى يا خميس، وقبل ما نختموا معناها الحصة، نحب نسيدو نعملوا أطلالة صغيرة على بالقاسم اليعقوبي اللي نكرموه من خلال هذه معناها الحصة من رؤى في الثقافة، واللي قلنا عليه أنه يكتب الشعر وأنه عصامي، وحكينا شوية على خصائله على ظروفه على ظروف وفاته إلى غير ذلك. إن شاء الله يلقى معناها حقه من خلال معناها الأبناء متاعه، لأنه العائلة متاعه تعيش في ظروف معناها صعبة الأبد الحدود حسب معناها المعطيات ولا الأشياء اللي عنا معناها في أذهلنا. أما قلنا أنه أيضا يعمل مسرح. لو تحكينا شوية على حكاية المسرح هذية، رغم أنه جبدنا أنه صرخة عطش هذية اللي باش يعملها ثنائي عايزين جنون وليلى طوبال، أما شنو حاجات أخرين عملها مسرح؟ عمل شارك في نوادي مثل شنو بالضبط؟ هو كان في خطاط على ما أذكر زيادة. خطاط بطبيعة، هو مدام رسام وخطاط، وكان يكتب لنا الرسم حاجة، الرسم حاجة والخط حاجة أخرى. هو خطاط باش نعطيك مثال، كي كنا في الاتحاد الشغل في الاضرابات اللافتات الكل يكتبهم بالقسم، معناها مجانا خط ايده مجانا نشريوا له الدهن والقماش ويجي في الليل. وما ننساش اذا كان معناها تاريخ كامل قضيته مع بالقسم، فما مره اضراب لاول مره يقع اضراب جوا في قابس، عمال الحراس شو اسمه نتاع البشير بن عمر سوجيكات لاول مره يعملوا اضراب في تونس كامله. بداوا في قابس، عملنا لهم نقابه وعملوا اضراب جوع في دار الاتحاد الجهوي، دام اسبوع كامل، ووصلوا معناها برشا حالات، معناها مشاو للسبيطار. وكان بالقاسم كل ليله معانا في الاضراب هذاك، وكان يكتب في اللافتات وفي الشعارات اللي كل يوم نهبطوهم على الساس نتاع الاتحاد. والتعاطف نتاع العمال مع الاضراب هذاك كان سبب فيه بالقسم، لانه كان يجي ويلقي شعر
ولاو النقابين بشويه بشويه يسمعوا يقولوا هاو بلقاسم راهو الليله باش نسهروا مع بلقاسم. حتى لين كبر تعاطف لي انا في البدايه الاداره ما تفاعلتش مع من بعد كيف ظهر العدد كبر ولينا الاعتصام يكبر والبوليس تعرف يسجل ولات معناها تحلت المشكله وبلقاسم نعتبر انه هو كان سبب الحل. كان دونك بالنسبه للشعر للمسرح كانت جمعيه معروفه جمعيه نتاع مسرح في قابس كانت بحث في باب حر البحوث المسرحيه كما البحث الموسيقي كانت بالضبط البحوث المسرحيه كان يعاون يحضر في الواحد ويعاون باللي نجم خاصه في الاعمال اللي فيها جانب حركه كبير والا غنائي ركحي هو عنده حضور ركحي كبير برشا. دايور ليلى طبال باش تخدم على تفاهمنا معها من عام الاول ما قدرتش لكن نحاولوا ان العام القادم باش تعمل دراسه على الحضور الركحي نتاع بلقاسم لانه مش كل الشعراء. هل انه كي تقول انت باش تعمل دراسه على الحضور الركحي نتاع بلقاسم هل انه عندكم فيديوهات لبلقاسم هو فما بالطبيعه فما العرض مثلا نتاع هذا نتاع 91 عطش مسجل معناها فيديو مسجل فيديو اللي عملوا عز الدين قنو مسجل فيديو وعندنا برشا عروض اخرى ثم عرض اخر عامله عبد الحميد الربيعي في التلفزه زاد مسجل فيديو دونك باش نحاولوا ننطلقوا من التسجيلات اللي موجوده باش تخدم عليها يتخدم عليها العمل. هذاك اللي خلى هو راهو تكوينه عصامي في كل شيء دونك حضوره في الركح وخميس يعرف معناها الحركيه اللي عنده حتى في حياته يمشي في الشارع حتى يمشي في الشارع ما يمشيش عادي بالقاسم معناها يتحرك برشا ويتلفت معناها عنده طاقه كبيره تعامل برشا مع المحيط اللي هو فيه صحيح هو نقطه الضعف الوحيده اللي كنت انا نعيب عليه خاطر كنا في عمل سياسي اخر معناها طرف اللي نعيب عليه هو انه اهمل عائلته بالحق معناها اهملها فلوسه ينحيها معناها ما ياكلوش صغاره ويصرفهم على الشباب ومع الاسف انت حكيت على العائله تو ثلاث بنات متخرجات من الجامعه وبطلت ثلاثة ولا واحده تخطب ثلاثه معناها قراوا في الجامعه وقراوا بعذاب وتعب الام بنضال الام بنضال الام حتى هي معناها مناضله كبيره ونحيوها مناضله كبيره برشا وقراراتهم ونجحتهم لكن مع الاسف ما يخدموش والمرأة التونسية كلها مناضلة الحق بالطبيعة هي المرأة التونسية مناضلة لاني في وضعيات معناها معينة ديما نلقاو الحمل اللي يجي على الام وتجي على المرأة واللي توصل انه وصلت انه ربيت لبناتها ووصلوا توا للجامعة ان شاء الله ربي يفضلهم لها وان شاء الله معناها يلقاو تحية للمرأة انا بصراحة نقول لك مش البركة زوجة بلقاسم اما المرأة التونسية اليوم بعد 14 جون في الشارع أنا في كل التظاهرات بصدق معناها قلت ما غاش نخاف على تونس 60-70% من الحضور في كل المظاهرات في كل الاعتصامات للأسف الشديد أنه حاضرين برشا ساعة على الميدان وبرشا ساعة موجودين معناها في القواعد نتاع النقابات لكن للأسف الشديد على مستوى اتخاذ القرار ما زالت العقليات ما زالت ماهيش متطورة برشا باش يقبلوا أنه مرأة هي تكون موجودة في معناها أي عقليات وان شاء الله من خلال معناها الفصل 46 للدستور ومساله التناصف يغير شويه خاطر التناصف هي عقليه معناها هي عفوا استراتيجيه مرحليه لاجل تغيير العقليات ان شاء الله نوصل تغيير العقليات وبشويه معناها بشويه ان شاء الله معناها توصل انه كما المراه كما الرجل تلقى حظها وتلقى حظها كيف الرجل وتولي فقتها نحكيو عن طريق من هو الاجدر هذا ولا هذا تولك ساعه ما عادش نمشيو لهالاستراتيجيات هذه به احنا تقريبا اشرفنا على الحصه وكان نزيد نبقى نحكي معكم حتى ساعتين اخرين ما عنديش معناها قلق وما عنديش اشكال لاني لقي روحي خليني نقول لقي روحي في الحاجات اللي نحكيو فيها وفما نتقاسموا مع بعضنا الاشياء معناها كثيره معناها فما سو بارتاج اللي اليوم نوزع ونبذروا شويه من انفسنا على معناها الساده المشاهدين اللي يستنوا فينا اللي يتفرجوا فينا واللي معناها اوفياء لهذا البرنامج نشاركوا فيهم في هواجسنا في حديثنا في اشيائنا في الاشياء اللي نحكيوا فيها على
تاريخنا، على ذكرياتنا، على تونسنا بكل رمزياتها وبكل رموزها. كنا نحكيه على الكاهنة وعلى الجزية الهلالية وعلى عليسة وعلى المرأة التونسية. مدام أشرفنا على الحصة، نحب نرجع للقصيدة متاع الطيب وعلاقي صوتها ساعة. شنو تقول؟ حافظها أنت يا عبد الله ولا به؟ شنو تقول؟ خلينا نسموها معناها موسيقيا، موسيقيا ونسمعها كصوت. طالع متاعها وبعد نسمعها يعني. أي طالع متاعها وبعدين طالع. هو كما ذكرت يعني الطيب بوعلاق سمع القاسم اليعقوبي وعرفه عن طريق القصائد بتاعها، وكان من الناس المعجبين بطريقة أداء بالقاسم وبصوت بالقاسم وهو يؤدي في القصائد بتاعها، فكتب يصوت يا رفيق حياتي. مازال حي يغني ومازال بين الجرح والكلمات طالع هذا النجمات. يا ليل أسمع مني من شاف وطن محني وصغال قمرة تغني وريح هذا جوابات ما تقول عنه مات. هالخط في كفك هاته حطه على الخط في كفي وهالصوت من تحت سكاته طالع طير وريشة مصفي. يا صوته يا رفيق حياته عدي على الغيبة اللي خداته فكه من ليل الظلمات وفي الكلمة الفجرية هاته. هاته يا صوته بالراحة هاته للدقلة الدرجاحة وطت تتهجى في جراحة شرقت بعسلها كرات. هاته يا صوته من نيدة للنجمة والقمر تعيدة وللريح اللي تشبه تنقيدة تقفل هفتها بدمعاتها. هاته في الكلمة الفجرية يجرح له في الصخرة نية وينبض في قلب الحرية ويشعل في الجمر ولسعاته ولو نايم هاته من نوم هاته يكسر فينا اللوم. أمس يتوجع في اليوم وغدوة متكتم في ذاته. يا صوته يا صوته هاته يا صوته يا صوته هاته يا صوته يا صوته هاته ولو نايم هاته من نوم هاتي كثر فينا اللوم. أمس متوجع باليوم وغدوة متكتم في بات. أمس يتوجع في اليوم وغدوة متكتم في بات. يا صوته يا صوته هاته يا صوته يا صوته هاته يا صوت يا صوت. عبد الله، آخر كلمة توجهها من خلال هذا البرنامج للسادة المشاهدين قبل ما نختم الحصة، شنو تحب تقول معناها بعلاقة بالقاسم اليعقوبي، بعلاقة بالجمعية بتاعكم؟ أي بربي سمحني جوست يعني يا صوت يا رفيق حياتي عدي على الغيبة اللي خذاته عدي على الغيبة اللي خذاته عدي على الغيبة اللي خذاته فك من ليل الظلمات وفي الكلمة الفجرية هاته. يا صوته يا صوته يا صوته هاته ويا صوته هاته لو نايم هاته من نوم لو نايم هاته من نوم هاته من نوم. هذا معناها كلمتك بخميس في نهاية الحصة بالقاسم اليعقوبي. إن شاء الله صوته يبقى موجود وصوته بش يكون موجود من خلال الطيب وعلاق ومن خلال ناصر الرديسي ومن خلال كل من سيتماهى مع معناها بالقاسم اليعقوبي. أخذلك بالقاسم اليعقوبي بقعت لك الجمعية. الجمعية تأسست هل أنه تنشط فقط في تونس ولا في برشا جهات؟ هون سهل. هي الجمعية الأم في تونس بطبيعة، لكن فروع عندنا فروع في الجهات. معنا جابس قبل لي مش نعمله في المحرس في قصر هلال زادا بالقسم كانت عنده حضور معناها فين تلقاو الناس اللي هي اللي تعملوا فرح؟ عندنا زادا دموند في جندوبة، دونك بالقسم كان يتنقل برشا وعاش تقريبا فترة كبيرة في المحرس خاصة. شكون عندها فروع في الأماكن اللي تنقلها بالقسم؟ فروع اللي موجودين فيها أصدقاء بالقسم باش نعملوا فيها فروع وباش تساهم في الحركة الثقافية التقدمية، لأن الشباب اللي نحب نقوله زادا بالقسم راهو
معناها من المناضلين الثوريين اللي ساهموا في الحركة النقابية والسياسية بخلاف مساهمته في الحركة الثقافية. دونك هامش الحرية اللي نعيشه اليوم يلزم شباب تونس يعرف أنه راهو سبوهم ناس نضالات وشهدوا معناها عديد الشهداء، الفاضل ساسي، محمد أماني، نبيل البركاتي، العديد من اللي قدموا حياتهم باش اليوم اليوم الشباب اليوم يعيشوا الحرية هذه. واللي يلزم يعرفوا اللي في الجامعة التونسية راهو كانت معقل من معاقل النضال، واللي معناها تقريبا حتى بداية التسعينات بدأت تتغير شوية، أما قبل معناها كانت معناها مرتبطة بالحركة الشعبية، وكانت معناها الحركة في الساحة الشعبية مسنود دائما وأبدا. أنا نتذكر 26 جون في 78 أنا طالب في الجامعة، وقت اللي صار ضرب 26 جون في خرجنا 13 مسيرة في شارع بورقيب. نفس الشيء في الثمانينات وقت اللي صار ضد الانقلاب على الاتحاد العام التونسي للشغل من داخل، نفس الشيء معناها نقابة الشرفاء فوالا. يلزم الشباب يعرفوا زاد الجانب الثقافي راهو أهم برشا، وثقافة ماهيش ثقافة اليوم الرجعية اللي تحب تفرضها العولمة اللي سميتها أنا ثقافة النفايات ونفاية الثقافات، وإنما ثقافة تقدمية تحمل أهم الجماهير، تعمل على معناها الرفع من وعي الجماهير، مش اللي تعمل على تكريس التخلف وتبليد الفكر. هذا دورنا احنا باش نحاول نقوموا به من خلال الجمعية متاعنا. ونتمنى ان طبعا عمرنا ولا خذينا دعم مالي معناها من اي جهة سابقا، وحتى بعد 14 جونفي نعملوا فيها التظاهرة بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد هو اللي مولنا في الـ في الـ في, الـ في النشاط. دونك حتى اللحظه هذه ما زلنا ما خديناش حتى دعم مالي من وزاره الثقافه، رغم ان حق من حقوقنا، بينما بالمقابل نشوفه في جمعيات دينيه تاخذ في مليارات. معناها في صفاقس جمعيه اللخمي خذت 10 مليارات من عند مش 10 مليارات 10 مليارات 10 مليار دوات 10 مليار ملي. هذا مصورة في فيديو عبد الوهاب معطر عطاه الإمام جامع سيد اللخمي واحد. مش 10 على كل بالنسبة على كل. أما إحنا ماخذين حتى من اليوم للحظة هذه من على كل. أنت ما دامك جبت الموضوع هذا خلينا نقول هي معلومة ويزمنا نتأكدوا معناها منها. أما نقول إنه فما جمعيات معناها كثيرة هذية معناها بالإحصائيات معناها مثبت خذوا معناها تمويل من وزارة التشغيل في الوقت انت عبلوا هاب معطر على أساس أنه باش يشغلوا ناس، وفما من معناها جمعيات ليزامبلوا هما فيكتيف، وهذا يلزم معناها يصير فيه تحريات نقولوها المعلومة، ويزم فيه تحريات من نعرفوش إلى أي مدى هذية معناها صحيح. لكن هذا يروج داخل كل معناها الأوساط اللي تهتم بالعمل معناها السياسي داخل المجتمع التونسي. واليوم فما برشا حاجات يزم يتم فيها التحري، لأن هذه أموال يزمها تمشي في المكان اللي يزمها تمشي فيه. سافري معناها باسم أو تحت عنوان تشغيل معناها شباب، فما هذه المنحة اللي تعطيها الوزارة للجمعيات، لكن يزم زادة التثبت هل أنه فعليا هل الناس هذوما تمتعوا بتشغيل ب200 دينار وإلا لا. وإذا كان ما فهمش بيان سور معناها المسؤولين على الجمعية لازمهم يتحاسبوا ويتعاقبوا، لأن هذه أموال معناها المجموعة الوطنية مش أموال متاع أشخاص باش نبذروها هوني ولا هوني. عبد الله معناها أنت في نهاية معنا الحصة هذه حكيت ثقافات وإلى آخر ذلك، خليني نقول أنه هنالك رؤى ثقافية متعددة، وإحنا في برنامج اسمه رؤى في الثقافة، رؤى ثقافية متعددة. هنالك الثقافة التي تحمل مضمون ثوري، مضمون معناها تقدمي، هنالك ثقافة أخرى تحمل مضمون معناها رجعي ولا مضمون واحد، هنالك مضمون تاع ثقافة حقوق إنسان، هنالك مضمون ثقافة المساواة، هنالك مضامين متعددة داخل المجتمع. لكن يبقى ديما المضمون الذي يؤسس للعمل الديمقراطي ويؤسس أيضا لاحترام حقوق الإنسان بكل معناها أبعادها وبكل ما جاء في معناها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولأسس لثقافة المساواة، هو ذلك الذي ندافع عنه. Thank you.
أو على الأقل خلي باش ما نحطش برشا ناس نقول ودافعوا عنه، معناها من كان عشتا داخل المجتمع ويدافعون عنها الكثيرين، وهذيك هي الثقافة اللي باش نبنيو بها الديمقراطية وباش نبنيو بها القيم الإنسانية الخالدة، لأنه في نهاية المطاف تبقى القيم الإنسانية هي التي تجمع بيننا جميعا بمعزل عن الثقافات المغلقة عليها السكتير خلينا نقول، ولا الثقافات التي تؤدي إلى الإرهاب وتؤدي إلى العنف. هكا نكون وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، إلى اللقاء. يا عاشقة الورد إن كنت على وادي، يا عاشقة الورد إن كنت على وادي، فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد. I'm not afraid to die.